هيودوم، شكرا على العرض الشيق، وأعتقد أنه يحمل شيء من الإجابة. بداية، مسألة إدارة المعلومات وتسريبها هي قرار يؤخذ بمرحلة ما عندما يتم يعني الرغبة بإيصال رسالة للطرف المقابل بأنه على علم بما يعتقد أنه ليس على دراية به. وهنا نذكر المقولة التاريخية لدونالد رامسفيلد وزير الدفاع الأمريكي في عهد بوش الابن، عندما قال يعني ساخرا أمام بعض الأسئلة في مؤتمر الصحفي، قال: هناك من يعلم ما أمور لا نعلمها، هناك أمور نجهل أننا نعلمها، وهناك بعض الأمور نجهل أننا نعلمها. بمعنى أن هناك أكثر من طريقة للتعامل مع هذه المعلومات. أحيانا يتم إصدارها في بيان مباشر يصدر عن البيت الأبيض أو وزارة الدفاع أو الخارجية، أحيانا أخرى يتم التسريب بمصدر أو بغير مصدر. هي درجة من التصريح بأن هناك معلومات وبالإمكان توظيف هذه المعلومات وتحولها من المعرفة إلى الإجراء التنفيذي. وهنا طبعا نتحدث عن مسائل عسكرية، وعندما تقول أن لديك معلومات بأن الخصم يخطط لاعتداءات على أهداف تخصك أو تخص حلفائك، فهذا يعني أن الرد موجود وجاهز للتعامل مع هذه التهديدات الأمنية. ولاحظ هنا أخي أحمد، ومرة أخرى يعني أنا أحيي هذا الكم الزخم من المعلومات التي تعرضها في بداية برنامجك دائما، ولكن لاحظ أيضا المصادر. أنت انتقيت بالنسبة للمصادر حسب توفرها، جميعها كانت من المقربة إلى بايدن، إدارة بايدن وللحزب الديمقراطي. تتحدث عن NBC، MSNBC، تتحدث عن نيويورك تايمز، هؤلاء من المقربين إلى اليسار في أمريكا. في المقابل، ما يعرض من الجانب الإسرائيلي والإيراني هو الأقرب إلى اليمين، سواء في إسرائيل أو إيران. فالراصد يا عزيزي لهذه المعلومات عليه أن يتبين أن كثير من المعلومات التي يستوجب على المحلل والدارس أن يرصدها قد لا يكون مطروحا بالأصل في الصورة. مثلا تحدثتم بكل شيء يخص العراق، إيران، إسرائيل، بينما غابت في المشهد مثلا، وأعتقد أنها لا تخفى على ذكائك، غابت من مشهد التطورات التي جرت فيما يتعلق بالحوثيين في اليمن. هناك الإعداد الحثيث لشيء ما، وقد يكون في نهايات العام أو بدايات العام الجديد، وأعتقد أن الذاكرة الإيرانية ما زالت حية بما يمكن أن يقوم به الجانب الأمريكي أو الإسرائيلي إن أراد.